طبعا ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن اشياء كثيره في انقسامات الخليه السرطانيه. تمر الخليه عند انقسامها بعده مراحل تؤلف يعني دوره الخليه، ودوره الخليه تمر في المرحله الانتقاليه والمرحله الاوليه والمرحله الاخيره والمرحله الانفصاليه ايضا. وعند دراسه تلك المراحل للانقسام الخلية السرطانية تبين أنها تختلف من حيث النسب عن انقسامات الخلية الطبيعية، ويتضح ذلك بصورة خاصة عند دراسة النسب، يعني النسبة الزمنية في أحد يعني المراحل الموجودة، وهي مرحلة بي، وهي المرحلة يعني مرحلة الانتقالية. والمرحلة الأولية أيضا تختلف نسبة يعني الانقسام بين المرحلة الانتقالية الأخرى. وأيضا الدراسات على الفئران تبين أن تلك النسب نقصت في اليوم الثالث من 591 إلى 555 بين النسبات. وتلك النسب يعني تختلف كذلك بين مختلف أنواع انقسامات الخلايا السرطانية. وهذا السبب يعني ما تقدر تخمن نوع معين من الخلايا السرطانية، لأن كل سرطان معين له انقسامات ونمو معين وحياة معينة ودورة معينة في انقسام الخلايا، وممكن تختلف. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.